هو حائط وسند يحفظ الديار، فمن يكونون وإلى أي جيش ينتمون؟ إلى جيش مصر، فمن هو جيش مصر؟ صحيح، الجيش هو الحيطة اللي سند الدار، والدار مصر. ربنا يحفظ الجيش ويعينه، لأنه هو اللي بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا جعله سبب في أنه يحمي مصر من الشر. فمصر العريقة تستحق أن يبذل من أجلها الغالي والنفيس. فتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.